يحتجون لإذن إقامة. طبعا هذا التأكيد أتى بعد حالة من الجدل الواسع على تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتزامن مع قرار آخر يفرض عليهم إصدار تصاريح عمل سنوية معفية من الرسوم. سالم شاب فلسطيني من حملات الجوازات الأردنية المؤقتة، يعيش ظروفا إنسانية صعبة مع والدته وأخوته، لا فرص للعمل متاحة أمامهم. قلق تأمين لقمة العيش يلاحقهم دوما، لكن قرارا طبقته وزارة العمل مؤخرا يقضي بإصدارهم تصاريح عمل سنوية زاد من قلقهم، رغم التأكيد أنهم معفيون من رسوم التصاريح. بشكل عام جميع الدوائر الحكومية بدها جوازات 5 سنين. من وين نجيب لهم جوازات 5 سنين؟ هاي نقطة في الدوائر الحكومية، علما بأن جميع القطاعات الخاصة برضو ما بتشغل جواز سنتين، صرنا عبارة عن منكر. الجدل الذي أثير مؤخرا حمل جملة من الانتقادات والاعتراضات على قرار يمس الآلاف من الفلسطينيين من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة. وزارة العمل من جانبها أوضحت خلفية القرار مؤكدة أنه لا يلاحق هذه الفئة. ولكن هناك قانون آخر وهو قانون الضمان الاجتماعي، يشترط على كل شخص للحصول على ما يسمى بتعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء خدمته أن يقدم ما يثبت أنه كان حاصل على تصريح عمل وأنه كان يعمل بشكل قانوني. على هذا الأساس اضطرينا أن نمنحهم تصاريح عمل قانونية، وتصريح عمل في هذه الحالة يشترط فيه أن يدفع العامل رسوم عنه، فطلبنا من مجلس الوزراء إعفاهم عن كافة الرسوم عن السنوات الماضية لأن المبالغ متراكمة وكبيرة، فوافق مجلس الوزراء على إعفاهم بشكل كامل. حالة الجدل لم تنتهي عند حد تصاريح العمل، بل امتدت بعد تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وكثر الحديث حول فرض إذن إقامة على أبناء غزة وحملة الجوازات المؤقتة، ما دفع بالحكومة إلى النفي والتأكيد على أنهم لا يحتاجون إلى ذلك، نفي لم ينهي جدلا أثار كثيرا من التساؤلات حول توقيته. وجب علينا تفكيك الإشكالية بأن لا تجري أي تعديلات على قانون الإقامة وشؤون الأجانب تمس الأوضاع القائمة، وبذات الوقت يتوجب علينا تعديل قانون العمل. النفي الرسمي الذي يؤكد عدم المساس بأوضاع الفلسطينيين من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة لم يغلق باب تساؤلات حول خلفية ما أثير مؤخرا، سواء كان اقتصاديا وأبعد من ذلك سياسيا. غسان بلوز، العربية، عمان.